فضيلة الشيخ وفقكم الله، الرجل الذي ينتسب إلى الإسلام لكنه لا يصلي، فهل يجوز؟ وين الإسلام؟ يعني ما يصلي ما هو مسلم، الإسلام بدون صلاة. نعم. فهل يجوز حفظك الله الأكل من ذبيحته؟ لا لا، ما يجوز الأكل من ذبيحته ولا كرامة. إذا كان يترك الصلاة متعمدا فهذا غير مسلم ولا تحل ذبيحته. نعم.